السلام عليكم. إذا مرحبا بكم في التمرين رقم 11 من درس نظمة معادلتين من الدرجة الأولى بمجهولين. إذا التمرين يقول حل النظمة التالية. إذا في النظمة غادي نستعملوا طريقة التأليف الخطية. إذا لنحل النظمة باستعمال طريقة التأليف الخطية. إذا بالنسبة لطريقة التأليف الخطية، فالهدف كيكون هو أنني كنجمع طرفي المعادلتين الأولى والثانية طرفا بطرف، والهدف هو أنه نتخلص من أحد المجهولين، إما المجهول X أو المجهول Y، لأن احنا عندنا معادلة بمجهولين. وبالتالي طريقة التأليف الخطية كخصني يعني كتستهدف أنني نتخلص من أحد المجهولين. إذا إذا بغينا نتخلصوا من المجهول X، فباش نتخلص من المجهول X خصني من نجمع المجهول X ديال المعادلة الأولى مع المجهول X ديال المعادلة الثانية، خصو يعطيني صفر. باش يعطيني صفر خصو يكون عندنا معاملي إكس عددان متقابلان، يعني خصو يكون عندي أإكس وناقص أإكس في المعادلة الثانية. يعني إذا كانت عندنا 5X خصو يكون عندي ناقص 5X في المعادلة الثانية، باش منين ندير الجمع ديالهم يعطيني صفر. إذا في هذه الحالة عندنا 2X وعندنا 5X، وبالتالي كخصني نضرب في شي أعداد باش يرجع عندي المعاملي ديال إكس عددا متقابلا. إذا شنو هما هاد الأعداد هادو؟ إذا حنا كنشوف عندنا 5X وهنا 2X، بطبيعة الحال هنا يمكن لي نتخلص من إكريك أو من إكس، عندي الإختيار. إذا حنا إلا بغينا نتخلصو من إكس شنو غادي نديرو؟ إذا كان عندنا 5X وعندنا 2X، إذا كنضرب هنا طرفي المعادلة في عدد 2، شنو غادي يرجع عندي؟ يرجع عندي عندنا 10X. إذا هنا خصو يكون عندنا ناقص 10X في المعادلة الأولى، وبالتالي خصني نضرب، إذا باش تكون عندي 10X أو ناقص 10X خصني نضرب في العدد ناقص 5. إذا نضرب هنا في ناقص 5، يعني ملي كنقول نضرب يعني غنضرب طرفي المعادلة الأولى. إذا نضرب طرفي المعادلة 1 في ناقص 5 وطرفي المعادلة 2 في 2. إذا شنو غادي يولي عندي؟ النظمة تصبح على هذا الشكل. إذا ناقص 5 كنضربوها في 2X، هترجع هي ناقص 10X، ناقص 5 في ناقص 3X، يعني ناقص ناقص زائد، إذا هي زائد 15Y، ناقص 5 في ناقص 3Y، ناقص 5 في 5 يعني ناقص 25. كنضرب الأعداد ناقص 5 في جميع الحدود، يعني في طرف في المعادلة في الطرف الأول للمعادلة وفي الطرف الثاني للمعادلة. كذلك 2 غادي نضربها في 5X، يعني هتولي هي 10X، 2 في ناقص 4Y، إذا هتولي هي ناقص 8Y، و 2 في 9 إذا هي 18. إذا هذه النظمة الأولى تكافئ النظمة الثانية. ما معنى تكافئ النظمة الثانية؟ أي لهما نفس الحل. إذا دابا شنو غادي ندير؟ نجمع طرفي النظمة، يعني هذه النظمة اللي حصلت عليها كنجمع طرفي المعادلة طرفا بطرف. إذا يمكن لي نخلي النظمة بهذا الشكل هذا، وفي الطرف الأول في المعادلة الأولى غادي نجمع طرفين ديال النظمة، إذا 10X زائد 15Y زائد 10X ناقص 8Y تساوي ناقص 25 زائد 18. إذا شنو درنا؟ جمعنا الطرف الأول ديال المعادلة الأولى مع الطرف الأول ديال المعادلة الثانية، والطرف الأول كذلك ديال والطرف الثاني ديال المعادلة الأولى مع الطرف الثاني ديال المعادلة الثانية. إذا نجمع طرفي المعادلتين طرفا بطرف. هنا غادي نخلي معادلة من المعادلات، إذا ممكن نخلي المعادلة الأولى أو الثانية الحال بحال. إذا هنا 5X ناقص 4Y تساوي 9 تكافئ. إذا هذه النظمة تكافئ. إذا عندنا ناقص 10X زائد 10X مشات،
15 إيكغريك ناقص 8 إيكغريك إذن هي 7 إيكغريك، وناقص 25 زائد 18 هي ناقص 7. إذا بقى لي فقط مجهول واحد، إذا 5x ناقص 4 y تساوي 9. إذا y تساوي ماذا؟ إذا هنا عندنا 7 كنقسم عليها تولي ناقص 7 على 7، وناقص 7 على 7 هي ناقص 1. دابا غادي نخلط على هذه المعادلة وغادي نعوض y بالقيمة ديالها أي بالعدد ناقص 1. إذا غتولي 5x ناقص 4 مضروبة في ناقص 1 تساوي 9. إذا 5x ناقص 4 أي 5x زائد 5 تساوي 9. إذا 5x تساوي، إذا 5 كندير الطرف الثاني غترجع ناقص 5، إذا هي 9 ناقص 5 أي هي 4. إذا غنلقاو x كتساوي 4 على 5. إذا لقينا x كتساوي لنا 4 على 5، ولقينا y كتساوي ناقص 1، وبالتالي الزوج xy أي 4 على 5 ناقص 1 هو حل هذه النظمة. إذن هنا في هذه المعادلة هذه راه كان ممكن ندير أي معادلة من هذه المعادلات، كان ممكن ندير المعادلة الأولى، ممكن ندير المعادلة الثانية، وممكن ندير هذه المعادلة هذه، وممكن ندير هذه المعادلة هذه، يعني أي معادلة درتها راه غنلقى نفس الحلول اللي لقيت في التالي، يعني نظمات متكافئة أي لها نفس الحلول.